ولا هي احنا اتاخرنا يعني الميعاد الاجتماعي. الكلمه دي كانت مترتبه انها تكون في الاجتماع العربي يعني من شهرين، ولكن طبعا احنا متاخرين دلوقتي يعني جدا، انا مش عارف اعمل ايه بالظبط يعني. طيب سامحوني يعني. طيب هو ما كانوا قالوا لي ايه، ابونا ادالنا شعار ان احنا نعيش بيته للسنه دي. الشعار ده كان اللي هو كورنثوس الثانيه الاصحاح 13 اي 11 اللي بيقول افرحوا اكملوا تعزوا اهتموا اهتماما واحدا عيشوا بالسلام واله السلام سيكون مع المحبه والسلام سيكون معكم. فالموضوع قالوا لي تتكلم على كلمة تعزو. فواضح من الآية إن ده وصية بيقولها لنا ربنا على لسان بولس الرسول إن إحنا نتعزى. فوصية دايما معناها إن إحنا علينا حاجة نعملها ونعمة ربنا بتعمل معانا برضه. طب يعني إيه نتعزى؟ عادة يعني لما نتكلم على التعزية ان احنا بيكون في حد انتقل له، حد حبيب، وبيبقى في متألم جدا وفي حزن والناس بتروح علشان تشاركه في ألامه وفي تعبه وفي حزنه بالمحبة وبالكلمات، كلمات التعزية اللي هي مبنية على وعود ربنا واللي بيقولها لنا. فبنقول له ان يعني حبيبك ده انتقل للسماء وهو مع القديسين ومع الشهداء وفي حضن المسيح، فحزنه بيبتدي ان هو يتحول الى راحه وسلام، لان الفكر اللي خده من التعزيه بتاعه الناس ومن اللي هي بناء على وعد ربنا ان احنا لنا مكان في السماء وان هو رهب عشان يحضر لنا مكان، فبيتغير الفكر ده الى تعزيه. فإذن التعزيه ممكن بيجيلنا لما يكون عندنا فكر المسيح او فكر ربنا فينا. احد القصص اللي سمعتها الحلوه من بمناسبه ان احنا في عيد البابا كيرلس النهارده، ان هو هنشوف ازاي يعني ان ربنا بيدينا التعزيه، ولكن ممكن بيبقى معاها في ضيقة وتعب، ولكن لأن الضيقة والتعب وراها إكليل وحاجات حلوة. فبيقولوا في بنت صغيرة السن حلوة وكانت خلاص مخطوبة، ولكن مرة واحدة حصلت لها حادثة وحصل لها حاجة في العمود، إنها أصبحت طريحة الفراش مشلولة. هي كانت تحب البابا كيرلس جدا، فعلى طول بدت تتشفع بيه ان هو ربنا يديها الشفاء، صغيره ولسه وراها مستقبل كبير. ف بعد ما صلت كتير جالها البابا كيرلس وقال لها انا صليت وتشفعت لك، ولكن ربنا قال لي ان هو عايزك كده، عايزك تعيشي كده لانك هتكوني سبب تعزيه وفرح وسلام لناس كتيره هتجيلك. فالبنت لان عندها علاقه بربنا ولانها بتحب البابا كيرلس فسمعت الكلام واستسلمت، وكان كل اللي يروح لها فعلا يشوفها مبتهجه وفرحانه مليانه سلام، فيخرج متعزي يقول شوف البنت الصغيره دي شايله صليب تقيل، طب انا صليب صغير، ويخرج يقول يبقى انا لازم استحمل واشكر ربنا على اللي هو مديهولي. وفعلا لحد ما جاد الاهل بدوا ان هم يقولوا لا ده في علاج بره، احنا لقينا ان في مستشفى بره ممكن تعالجك وترجعك تاني تمشي. فعلا بدوا يجمعوا فلوس وبتاع وجمعوا لها وخدوها وسافرت، وحصل فعلا ان هي نجحوا في ان هم يخلوها ترجع تاني تمشي على رجلها، مفيش حاجه، ورجعت فتره صغيره وحصل لها ان هي وقعت مره تانيه، والحالة اللي كانت فيها قبل عملية رجعت لها تاني وأصبحت تاني طريحة الفراش. جالها البابا كيرلس تاني وقال لها أنا مش قلتلك يا بنتي إن ربنا عايزك كده وهو عايزك عايز يستخدمك
لمجد اسمه بالطريقه دي وانك تكوني فرح بسبب تعلامه للناس. قالت له انا اسفه ابو كرولوس وانا هكمل زي ما ربنا عايزني. وكانت فعلا عاشت حياتها زي ما هي كده طرحت الفراش، وكل الناس كانت تروح لها وتسال عليها ولكن تخرج بتعزيه، وكانت هي سبب مجد الرب. ازاي ان هي قدرت تعيش العيشه دي؟ يعني انا شفت مره فيلم مصارعه واحده والخصم بتاعها وقعها وجت على الرقبه وراحت كسرها، وبعد ما كانت مليانه اصبحت طريحه فراش. البنت دي بدت في الفيلم يقول لك انها عايزه ايه؟ تنتحر. مفيش امل لها، مفيش رجاء ليها في اي حاجه تانية في المستقبل، فعايزه تخلص من حياتها. انما البنت دي عندها رجاء، لان عارفه ان في الانجيل يقول خف ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا ايه؟ ثقه المجد ابدي. وهو ربنا وعدها انها، يعني يمكن نسيت اقولها دي، قال لها استحملي ده وهو ربنا هيديك الملكوت. يعني كان وعدها من بق البابا كرولوس كده ان عيشي كده وانا هديك الفردوس وهديك اكليل في الملكوت. فازاي هي خف ضيقتنا الوقت تنشئ لنا ثقه مجد ابدي؟ فطبعا اتعزت، وثناء مرضها اكيد يعني ان ربنا كان بيديها تعزيات اكتر ويعرفها اكتر. ليه بقى عرفت عاشت كده وقدرت توصل لكده؟ لانها قالت زي ما بولس الرسول قال انا عالم بمن امنت وممكن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. يزن معرفه ربنا، معرفه ربنا هي اللي بتدينا التعزيه بتخلينا نكون متعزيين. حصل بقى ان التلاميذ كانوا محتاجين يتعلموا الدرس ده، ففي مره هم راكبين في السفينه ومعاهم المسيح وكان نايم في اخر السفينه، هاج البحر جدا عليهم وبدت الامواج تلطم في السفينه والميه تخش، فبدا هم طبعا صيادين وعارفين يعملوا ايه، فبدوا ان هم يطلعوا الميه ويجرفوها بره السفينه. ما بتوقفش الحكايه، الريح عماله بتزيد وهم خلاص تعبوا ومش قادرين يعملوا اي حاجه، فيعملوا ايه؟ جريوا على المسيح يصحوه. فاكرين المسيح نايم؟ المسيح كان نايم؟ اكيد ما كانش نايم، ولكن قالوا له ايه بقى؟ قالوا له كلام حاجه مش لطيفه يعني. قالوا له اما يهمك ان انا نهلك؟ اما يهمك ان انا نهلك؟ المسيح قام وقال لهم يا قليل الايمان لماذا شككتم؟ لماذا شككتم؟ وقام وانتهر البحر، سكت في لحظه، الريح دي اللي عماله تضرب طول الوقت في لحظه كل حاجه هديت وسكتت. ايه المشكله اللي كانت عند التلاميذ في الوقت ده؟ ايه المشكله؟ قله ايمان وقله معرفه باللي راكب معاهم. المسيح مش اولا تبان في الكلمه بتاعتهم اللي بيقولوا انت ما يهمك ان انا نهلك، ده هو جاي عشان خاطر يدينا حياه ويدينا ويموت عنا وعشان يدينا السماء. يبقى هم مش عارفين بالظبط المسيح جاي ليه. وبعدين لما وقف وانتهر الريح انبهروا جدا وقالوا من هو هذا الذي الريح البحر يطيعانه؟ لسه ما كانوش عارفين هو مين. فعشان كده ما جريوش عليه في الاول على طول، وعشان كده بيقولوا له مهمك ان انا نهلك. اذا التلاميذ كانوا محتاجين يتعلموا الدرس ده ان مين هو المسيح. وطبعا خرجوا بقى من الوقت ده من السفينه بعد المحنه اللي كانوا واجهوا فيها الموت دي وهم عارفين حاجه تانية، ده احنا اللي معانا هو رب الخليقه دي كلها اللي يقدر ان هو بكلمه منه ينتهر الرياح وتسكت في الحال. فدي طبعا ادت لهم تعزيه. فاذا معرفه ربنا تدينا تعزيه، غياب معرفه ربنا تغيب عننا التعزيه ويحل مكانها تعب كتير. ربنا عايز يعلمنا. فكمان مثالين معلش واحنا يعني نخلص على طول. شمشون بقى ربنا كان عايز يعلمه حاجه حلوه برضه، بس شمشون بقى جاء في الوقت كان رايح حب بنت من بنات الفلسطينيين،
وبعدين كانت عادتهم ان هو لازم ياخد الاهل معاه عشان يطلبوها له. فخد جاء لابوه قال له تعالى معايا علشان تطلب لي البنت. واخد ابوه وامه ويروح قال له يا ابني انت يعني ما فيش في اسرائيل كلها بنت حلوه يعني زي كده رايح تاخد من الغلف دول الفلسطينيين؟ بس ربنا كان رايد بهذه العلاقه لانه كان هيستخدمه ان هو يأدب الفلسطينيين. فاذا كان حسب مشيئه الله بيعمل كده. وهم ماشيين رايحين حصل بقى يطلع لهم مين؟ اسد. مش اسد عجوز ولا تعبان ولا ده اسد قوي جدا. شمشون ما خافش منه صرعه وقتله. وبعد كده كملوا راحوا لبيت البنت وكلموا معاها وكده وبعدين رجعوا لبيتهم تاني. ومره تانيه فغابت فتره وكان رايح للبنت تاني فعدى على نفس السكه لقى الاسد. الاسد كان بقى حصل فيه حاجه كده تعفن صحيح وكده وبتاع لو بطنه مفتوحه لكن في حاجه حلوه جواه خليه نحل وفيها عسل. راح واخد من العسل واكل وخد معاه بعد كده لابوه تاني واداله من العسل ده. الدرس ده نتعلم منه ايه؟ هو شمشون ماشي بحسب ربنا. هي طب يعني صدفه ان الاسد ده طلع؟ صدفه؟ تفتكروا ايه؟ صدفه؟ مفيش حاجه اسمها صدفه، مع اولاد ربنا مفيش حاجه اسمها صدفه. اذا الاسد ده ربنا سامح بيه، طلعه له ليه طيب؟ اكيد عايز يقول له يعلمه بيه حاجه، اولا هو هيخش في حرب مع الفلسطينيين فعايز يقول له انا معاك. حلو ان شمشون ما خافش ساعتها ان هو يهجم على الاسد ويصارعه. مين يقدر على اسد؟ في ايدين زي كده يعني ايدينا دي تقدر تمسك بق اسد وتفتكه؟ ما فيش حاجه كده. انما هو ما خافش ليه؟ لانه عارف ان ربنا معاه. فصارع ودخل في الشده دي بقلب جامد لان حاسس ان ربنا معاه. علمه ايه منها ربنا؟ علمه منها ان انا هكون معاك بعد كده في الحروب. وعلمه منها حاجه تانية كمان حلوه ان هو اخد عسل وشهد منها واكل واتبسط. ومش بس هو اللي اكل، مين اكل كمان؟ ابوه كمان اكل معاه. فاذا الشده والتجربه دي اللي خد منها تعزيه ان هو عارف ان ربنا معاه اكتر وهيسنده في الحرب اللي داخلها. اخد هو بركه واهله كمان خدوا بركه. فاحنا ممكن ربنا يسمح لينا ان احنا نخش في دقيقه شويه صغيره كده ناخد منها بركه تجي لنا امتى؟ يمكن ما نعرفش امتى لان هو ما راحش على طول، ما رجعش على طول وشاف العسل اخده، لا ده كان بعد فتره يقول لنا الانجيل فهذا فترة. فإذا إحنا لازم نبقى نقدر إن إحنا نصبر لحد ما نشوف بركة ربنا اللي هيديها لنا من البتاع. ومش بس هتكون لينا، ممكن هتكون لغيرنا، لأن بالتعزية التي نتعزى بها نعزي بها آخرين أيضا. فآخر حاجة هقولنا بقى إن كان في واحد بقى كان حلو بقى يعني ما كانش معايا محتاج دروس يتعلمها زي الناس دي كلها اللي شفناها، لا تلاميذ ولا شمشون، انما هو اسمه يهوشافاط. بتلاقيه في اخبار الايام الثانيه. وانا يعني نفسي اقرا معاكم الاصحاح ده بس طبعا عشان احنا متاخرين جدا وانتوا تعبانين بعد اليوم الطويل ده، بس انا هقول لكم على يهوشافاط لانه راجل حلو قوي. يهوشافاط قالوا له في ثلاث جيوش جايين يحاربوك. هو خاف بس ما خافش كتير، على طول خد بعضه وراح فين؟ راح على الهيكل وصلى لربنا وقال له يا رب انت ده انت اله ابانا وانت انت اله السماء وانت المتسلط على جميع ممالك الامه وبيدك قوات وجبروت ليس من يقف معك. الست انت الهنا الذي طردت سكان هذه الارض امام شعبك واعطيتهم لنسلك؟ وفضل يصلي ويطلب من ربنا المعونة وسلم له المشكلة اللي عنده في إيده.
وقال له آخر حاجة الآية الحلوة اللي بنسمعها دايما، يا إلهنا أما تقضي عليهم؟ لأنه ليس لنا فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. يسلم المشكلة وهو واثق إن ربنا هيقدر يعمل. تعرفوا حصل إيه بقى؟ ربنا بعت له رسالة مع نبي اسمه بحزائيل، وقال له لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل الله. طب ده هو جايين يحاربوا سنحريب يهوشافاط؟ قال له لا، دي الحرب بتاعتي أنا مش عليكم. وحاجة كنت حاولها بقى للكوير حلوة قوي بجميلة، إن لما طلعوا بقى الحرب بيقول لك ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون وواب وجعل وجبل سعير الأتين على يهوذا فانكسروا. يعني أول ما بدوا يسبحوا انكسر العدو على طول. كده أبونا لنا المرة فاتت الشيطان اللي هو كان من طغمة الملائكة المسبحين يزعل قوي من التسبيح لأنه خسرها. فالتسبيح له قوة. فلما نعمل حفلات إن شاء الله تانية تيجوا بقى عشان خطر يعني تشوفوا إزاي الشيطان بيتهزم من التسبيح. فسنحريب كان متعزي لأنه علاقته بربنا قوية فما خافش وشاف ربنا بيحارب عنهم من غير وانتصر. احنا عشان خاطر نبقى متعزيين لازم نبقى متصلين بمصدر التعزيه. مصدر التعزيه هو ربنا، ان احنا نبقى معاه دايما في حضرته وفي حضنه. واهم فتره بناخد منها تعزيه كبيره هي فتره الصيام دي. ما نقلقش من التعب بتاع الصيام لان منها بركه ومنها تعزيه، وربنا بيشتغل لفتره الصيام دي ان احنا ناخد مع الصوم والصلاة دي يعمل فينا معجزات ونتخرج منها بتعزية تانية كبيرة. احنا علينا دور، لان دي وصية اتعزوا، فاحنا علينا دور ان احنا نلتصق بالانجيل مصدر وعود ربنا اللي هي مصدر التعزية، نلتصق بالصلاة ونتصل بالقداسات، وان احنا يكون ده دورنا. انما الدور التاني ان ربنا بنعمته او اذا سمح بعاصفة تيجي فعشان هيكون منها بركة، واذا سمح ان اسد يطلع لنا هيبقى من وراه بركة، وحنخرج بنصرة ومعرفة كبيرة ترفعنا من مستوى صغير الى مستوى اكبر. ولربنا كل المجد الدائم الابدي. تفضلوا نصلي. ارحمنا 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 يا مخلصنا ارحمنا الله خلصنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا.